الخير اهلا وسهلا بكم كل مشاهدينا الكرام والاحباء والاعزاء حلقه جديده وحصاد جديد كل مشاهدينا الكرام تبدا مع حضراتكم دلوقتي ومستمرين معاكم لحد العاشره مساء ان شاء الله. النهارده في حلقتنا هنتكلم عن الملفات التي تنتظر مجلس النواب ان شاء الله في يعني اولى دورات انعقاده اللي هتكون يعني ان شاء الله في القريب العاجل هنتكلم آه عن ملفات كتيرة قوي يمكن انجز منها البعض ومنتظرين الكثير منه ان شاء الله آه في هذه الدوره آه البرلمانيه الجديده ان شاء الله هيكون ضيفنا هو آه الاستاذ جمال حمدان الباحث القانوني والدستوري وملفات ينتظرها الشعب من البرلمان الجديد آه ضوابط عوده السياحه لمصر ازاي ممكن ان احنا سارجع السياحه مره اخرى بشكلها اللائق لان زي ما احنا كلنا عارفين ان مصر بتتمتع بخريطه سياحيه نموذجيه رائعه جدا في كل انماط واشكال السياحه سواء كانت السياحه الثقافيه او السياحه طبعا متعلقة بالاثار اللي هي الحقيقه مصر بتحتل فيها ثلث اثار العالم في هذا المضمار او السياحه الجغرافيه او السياحه يعني كلها بالاشكال المختلفه يعني ده هنعرفه ان شاء الله مع ضيفنا الاستاذ احمد يوسف عضو غرفه الشركات السياحيه وهنتكلم معاه في اطر كثيره جدا احنا ممكن نعمل ايه احنا كمواطنين كل دائره من دوائر الحكومه ايضا لديها عمل مفروض انها تعمله لتنشيط السياحه وانها ترجعها او انها ترجع مره اخري بكامل قوتها آه، للخريطه المصريه مشاهدينا اسمحوا نبدا حلقتنا النهارده بمجموعه الاخبار زي ما احنا متعودين العنوان الاول بيقول الرئيس السيسي يصدر قانون اعاده تنظيم هيئه الاوقاف المصريه بعد موافقه النواب أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية واللي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية. يتفق القانون مشاهدي الكرام مع صحيح الماده الدستوريه رقم 90 اللي تفيد بالتزام الدوله بتشجيع نظام الوقف الخيري لاقامه ورعايه المؤسسات العلميه والثقافيه والصحيه والاجتماعيه وغيرها وبتضمن استقلاله وبتدار كمان كل الشؤون وفقا لشروط عمليه الوقفة وينظم القانون هذا الامر وطبعا من ثم بات على الدوله الاهتمام بتشجيع الوقف. يضمن القانون مبادئ عامه في مقدمتها ان تنوب هيئه الاوقاف المصريه محل وزاره الاوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق باداره واستثمار الاموال التي تختص بها مشاهدينا الكرام من النهارده ايضا كمان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده وزير الدفاع اليوناني واحنا عندنا تقرير جهزناه وهو مجهز خصيصا لتوضيح ما دار في هذا اللقاء ما بين الطرفين المصري واليوناني طبعا سياده الرئيس مع وزير الدفاع اليوناني هنشوفه ونعود لحضراتكم مره اخرى لمتابعه باقي الاخبار استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع اليوناني بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن التطلع لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، مشيدًا سيادته في هذا الإطار بالمستوى الذي وصل له هذا التعاون في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والذي تجسد مؤخرًا في التدريب العسكري الثلاثي المشترك ميدوزا 10، الجاري تنفيذه حاليًا. بمشاركه عناصر من القوات الفرنسيه والاماراتيه. كما اكد السيد الرئيس ان ذلك التعاون الثلاثي ياتي من منطلق التعاون المثمر في اطار مشترك نموذجي من الرؤيه والمواقف المتزنه القائمه على الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادله وفق الاعراف الدوليه من اجل امن واستقرار منطقه شرق المتوسط وبعيدا عن نهج التوترات والمشاكل. من جانبه نقل وزير الدفاع اليوناني الى السيد الرئيس تحيات رئيس الوزراء اليوناني مؤكدا ان زيارته الى مصر تعكس التنامي المتزايد الذي تشهده العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين والتي تحركها المصالح المشتركه والاحترام المتبادل ورغبه البلدين في العمل على تحقيق الامن والاستقرار في المنطقه ومعربا في هذا الاطار عن حرص اليونان على تعزيز علاقات الشراكه القائمه بين البلدين على المستوى العسكري والامني وتبادل المعلومات. واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين بالاضافه الى تبادل الرؤى بشان اخر تطورات القضايا الاقليميه والدوليه خاصه سبل مكافحه الارهاب حيث تم التوافق على تعزيز برامج التدريبات العسكريه المشتركه بين الجانبين وكذلك على المستوى الثلاثي مع قبرص. كما حرص السيد الرئيس على نقل تحياته الى رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس متوجها سيادته بالشكر للجانب اليوناني على حسن الاستقبال وكرم الضيافه وذلك خلال زياره سيادته الاخيره المثمره الى اثينا الشهر الماضي ومؤكدا على تميز العلاقات التي تربط مصر واليونان في مختلف المجالات وما تشهد حاليا من تطورات ايجابيه على مختلف الاصعده حتى اصبحت نموذجا للتعاون الايجابي والبناء في منطقه المتوسط تابعنا مشاهدينا الكرام هذا اللقاء الذي دار بين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس او وزير الدفاع اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس من خلال هذا التقرير نعود مره اخرى مشاهدينا الكرام لمتابعه ما لدينا من اخبار عندنا عنوان بيقول رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات شركه تنميه الريف المصري الجديد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعه موقف مشروعات شركه تنميه الريف المصري الجديد بحضور الدكتور محمد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة مشروعات تنمية واستصلاح الأراضي الزراعية التي تقوم بتنفيذها شركة تنمية الريف المصري الجديد واضحا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع موقف هذه المشروعات من حيث انشاء مجتمعات مستدامه تكون الزراعه فيها هي القاطره الاساسيه للتنميه بالتوازي مع الاستثمار في المجالات الاخرى وخلال الاجتماع مشاهدينا الكرام استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركه تنميه الريف المصري الموقف التنفيذي لمشروع المليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهوريه من حيث المساحات المزروعه في المغره وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافره القديمه سهل بركه والفرافره الجديده عين داله وامتداد الفرافره القديمه وتوشكا والطور وشرق سيوه كل هذه الامور مشاهدينا الكرام يعني تم مناقشتها من خلال هذا اللقاء الذي جمع هذه الباقه من الوزراء محافظ بني سويف يسلم الطفلة شروق هدية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا كلنا تابعنا يعني أخبار الطفلة شروق ولكن طبعا لدينا هذه اللفتة الإنسانية من سيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطفلة شروق مصطفى التي تبلغ من العمر ست سنوات بالمستشفى الجامعي وذلك للإطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية والدعم للطفلة والتي كانت مثار الاهتمام والرعاية على كافة المستويات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقام المحافظ بتسليم هديه للطفله شروق نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لادخال السرور على قلبها ودعمها وتشجيعها ناقلا لها سؤال الرئيس عنها واطمئنانه على حالتها الصحيه ودعواته لها بالشفاء العاجل وان يطمئن عليها اسرتها ان شاء الله وكلف المحافظ وكيل وزاره الصحه بالتواصل الدائم والتنسيق مع اداره مستشفى جامعه بني سويف للمتابعه المستمره للوضع الصحي لطفله والتواصل مع اسرتها والعمل على توفير كافه سبل الرعايه والاهتمام لهم حتى اجراء العمليه وتماثلها للشفاء تماثلا تاما واثنى محافظ بني سويف على الرعايه المقدمه لها بالمستشفى الجامعي معربا عن تقديره للطاقم الطبي والتمريض والخدمه الطبيه المتميزه مؤكدا ان المستشفى الجامعي ركيزه اساسيه في المنظومه الصحيه التي تقدم خدمه طبيه مهمه لاهالينا في بني سويف الخارجية مشاهدينا الكرام بتؤكد استمرار جهودها لتحرير المختطفين في سواحل نيجيريا وتؤكد أنهم جميعا بخير تفاصيل الخبر عندنا بتقول أن بتواصل وزارة الخارجية المصرية المتابعة عن كثب لحادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية والذي أسفر عن اختطاف طاقمها ومن بينهم مواطنان مصريان وقال سفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج في بيان الوزارة قال إنه على تواصل دائم مع سفيرنا في أبوجة لمتابعة آخر مستجدات الحادث واستمرت بالفعل جهود السفارة واتصالاتها بما في ذلك مع صاحب شركة الشحن المستأجرة للسفينة والذي أفاد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الخاطفين صباح أمس الذين سمحوا لهم بالتحدث مع المختطفين وأن جميعهم بخير وصحة جيدة وبط. وصل وزارة الخارجية والسفارة المصرية في ابوجا متابعة المتابعة يعني مع السلطات والاجهزة الامنية النيجيرية لضمان سلامة المختطفين وسرعة الافراج عنهما واعادتهما الى ارض الوطن. وتعرضت سفينة شحن مملوكة لرجل لبناني يدعى عدنان الكوت لاحتجاز على يد قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا وذلك خلال نقلها للبضائع من ابوجا الى الكاميرون والتي كانت على متنها تقريبا عشرة افراد من بينهم مصريين يعني اثنان احدهما مهندس بحري والاخر ضابط بحري في هذه السفينه رئيس الأركان بيشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي بدر ستة بالرماية بالذخيرة الحية شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة من كافة الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المتخذة لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجيه وادار حوارا مع القوات المط... المصطفى من الضباط وضباط الصف والجنود بداه بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لهم على ما يقدموه من مجهودات لحمايه عمق الامن القومي المصري من اتجاه الغرب ثم استمع لأرائهم واستفساراتهم نحو ما يدور في أذهانهم تجاه القضايا المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أعقب ذلك مشاهدين القيام الكرام القيام بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمنفذ السلوم البري ونقاط الارتكاز الأمني لعناصر حرس الحدود المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة لمجابهة أعمال التسلل والتهريب مشيدا بالجاهزيه والاستعداد القتالي العالي الذي يتمتع به عناصر تامين الاتجاه الاستراتيجي الغربي بعد كده عندنا عنوان بيقول انطلاق تصويت المصريين بالخارج في ختام جولات انتخابات مجلس النواب حيث فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات النهاردة موقع موقعها أمام المصريين بالخارج لطباعة بطاقات الاقتراع بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب حتى غد وإبداء رأيهم فيها وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية وبتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من النهاردة وغدا ان شاء الله بطاقات الاقتراع على موقعها الرسمي حتى يتمكن المصريون بالخارج من التصويت وارسالها الى مقر البعثات الدبلوماسيه المصريه التي تتلقاها خلال ايام الاقتراع في الخارج المحدد لها ايام 5 و6 و7 من ديسمبر. تجرى جوله الاعاده بالمرحله الثانيه في ثلاثه عشره محافظه هي القاهره والقليوبيه والدقهلية والمنوفيه والغربيه والشرقيه وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والاسماعيليه وجنوب سيناء وشمال سيناء عندنا الخبر التالي مشاهدينا الكرام هو من وزارة الإسكان حيث أن الوزارة بتقرر مد فترة شراء كراسات شروط وحدات متوسطي الدخل لمدة أسبوعين أعلن دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمن يرغب في التقدم على مشروع متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئيسية أو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ده هيكون لمدة أسبوعين مشاهدينا الكرام لتصبح حتى يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من ديسمبر بدلا من السابع من ديسمبر على أن يكون آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز لمحدودي الدخل كما سبق الإعلان عنه هو يوم الاثنين المقبل يعني الموافق السابع من ديسمبر أضاف الدكتور عاصم الجزار أنه بالنسبة للوحدات ضمن مشروعات آه منخفضي الدخل بالاعلان يتم مد فتره تسجيل الطلبات فقط على الموقع الالكتروني للصندوق للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جديه حجز الوحدات السكنيه لمنخفضي الدخل قبل يوم الاثنين المقبل بمشيئه الله. طيب الصحه بتعلن فحص 21.5 مليون مواطن الكلام ده في مبادره الرئيس للكشف عن الامراض المزمنه. حيث كشفت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي منذ انطلاقها يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الماضي وحتى الآن عن توقيعها الكشف والفحص الطبي على واحد وعشرين مليون وخمسمائة ألف مواطن وقالت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي أنه تم تقديم العلاج ل مليون و ألف حالة مرضية وتبعت المبادرة أنها بتستهدف الكشف عن 28 مليون مواطن وأوضحت المبادرة أنها تقدم خدماتها من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي وأكثر من 750 قافلة طبية و760 فرقة متحركه طبعا كل دي مجهودات هائله جدا يعني كل ما يتعلق بالصحه والكشف المبكر عن الامراض المزمنه وخاصه طبعا كل هذه الامراض اللي احنا يعني كان في هناك عن الكشف عن مرض السكر وسرطان الثدي وايضا كمان الاعتلال الكلوي كل هذه امور مهمه جدا والحقيقه الشعب فيه حاجه اليها ويا رب ان شاء الله تغطي جزء كبير جدا من الشعب المصري عندنا الخبر بيقول انها تقريبا هتغطي حوالي 28 20 مليون مواطن. التضامن بتبدا النهارده صرف معاشات ديسمبر لمن يتقاضون اكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه. بتبدا الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي النهارده صرف معاشات ديسمبر لمن يتقاضى اكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه قبل زياده يوليو 2020. كل طبعا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم أمام المنافذ حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية كان لواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أكد جاهزية جميع منافذ صرف المعاشات لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأنه منذ بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات من سلامتهم ومواجهه تحدي فيروس كورونا سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئه والبريد واللي بيبلغ عددهم كلهم على بعضهم تقريبا 6.5 مليون مواطن الى ثلاث شرائح أسوأ بما تم بالاشهر السابقه. كل ده طبعا استعدادا او استعدادات امنيه مبكره لتامين يعني كل هذه الاجراءات ولتامين كل الناس اللي رايحين يصرفوا المعاشات بتاعتهم طبعا نسأل المولى سبحانه وتعالى يعني أن تعدي هذه الموجة من كورونا على خير وهذه الأزمة تنفرق قريبا على كل الأمة العربية وكل العالم بأكمله إن شاء الله مشاهدينا لدينا استعدادات مبكرة لتأمين نهائي كأس مصر باستاد برج العرب بدأت الأجهزة الأمنية استعدادات مكثفة لتأمين نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلاع الجيش الذي يقام باستاد برج العرب في الإسكندرية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة تؤمن الإفريقية للأمن والحراسة لاعبي الفريقين وأبواب الاستاد وطاقم التحكيم مع وضع خطة أمنية لتأمين مراسم تسليم الجوائز والمنصة التي يحضر بها مسؤول الناديين ويبدا فريق الاهلي النهارده الخميس الاستعداد لمباراه طلائع الجيش في نهائي كاس مصر المقرر لها السبت المقبل ويرفض الاهلي التقليل من شانها لفارق الامكانيات والتاريخ لصالح الاحمر ضد الطلائع ويعلم مسؤول القلعه الحمراء ان الطلائع فريق قوي بدليل انه اطاح ببيراميدز والزمالك من بطوله الكاس وهو ما يؤكده دائما موشيماني للاعبيه خلال الفتره الحاليه ويخوض الاهلي ميران النهارده بعدما حصل امس على راحه بعد الفوز على الاتحاد السكندري مساء امس الاول في نصف نهائي الكاس بهدفين مقابل هدف الحقيقه يعني يمكن احنا المفروض ان احنا كلنا جميعا نكون مستفيدين من هذه المباريات اللي بتعرض وبنتفرج عليها وبنتهافت كلنا عليها يعني اعتقد ما فيش حد ما تابعش المباراه اللي كانت بين الاهلي والزمالك ناديين في اعرق يعني من اعرق ان ده الانديه الموجوده في مصر والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم مشاهديها الكرام ان احنا جميعا لازم نكون مستفيدين مش بس مش بس عشان احنا مشجعين لفريق دون الاخر واكيد طبعا جميعنا بينقسم امام الفريقين الكبار دول ولكن آه لان هم بالنسبه لنا المفروض يلعبوا دور القدوه لان ما دام ليهم هذه ال النمط الكبير جدا من الجماهيريه فاذا الروح الرياضيه ما بين الفريقين هي اللي بتعلمنا وبتخلينا نفهم ان كلنا جميعا في الهزيمه والفوز متشاركين، كلنا جميعا الامر كله ما دام بيعود على وطننا كله بالمنفعه فكلنا جميعا لابد ان نكون متشاركين، وبغض النظر بقى اذا كانت هذه المباراه يعني ستحسم سواء كده او كده هتحسم لصالح مصر لكن في النهايه مشاهدينا الكرام الامور لازم ان احنا من خلالها نتعلم الروح الرياضيه ده 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 المكسب النهائي اللي احنا المفروض نكون حريصين عليه طيب. طب كان في عندنا تقرير امني مشاهدينا الكرام هنشوفه النهارده تم اعداد هذا التقرير الامني نشوفه ونعود اليكم مره اخرى. استكمالا لجهود الاداره العامه لمكافحه المخدرات بقطاع مكافحه المخدرات والجريمه المنظمه في ضبط العناصر الاجراميه القائمه على تصنيع المواد المخدره والادويه المغشوشه، استهدفت الاداره عناصر تشكيل عصابي تخصص في هذا المجال، اتخذوا من دائره مركز شرطه بنهب القليوبيه مسرحا لمزاوله نشاطهم الاجرامي. تمكنت من ضبطهم وبحوزتهم كميات كبيره من العقاقير والمواد المخدره والادويه المغشوشه وادوات التصنيع والتغليف والمواد الخام المستخدمه في الانتاج فضلا عن ضبط طلقات ناريه وتقدر القيمه الماليه للمواد المخدره المضبوطه بسبعه عشر مليون جنيه الإدارة وعلى صعيد ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة تمكنت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط 94 بندقية خرطوش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية على استقلالهما سيارة نصف نقل أسفل حمولاتها تم إخفاء هذه البنادق والتي اعترف بحيازتها بقصد الإتجار. وفي سياق متصل نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا نجحت في ضبط 44 بندقية آلية وخمس طبنجات و وسبعين خزينة سلاح وآلاف الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالمنيا اعترف بحيازتها بقصد الإتجار وصلت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ جهودها لضبط جرائم التهريب في هذا الإطار أكدت معلومات وتحريات الإدارة وصول حاوية من دولة أجنبية إلى ميناء بورسعيد مشمولها المستندي المشروع أجزاء حفار مخبأ بداخلها كميات كبيرة من مادة الكولاجين المستخدمة في مستحضرات التجميل وغالية الثمن بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتمكنت الإدارة وبالتنسيق مع إدارة شرطة موانئ بورسعيد والسلطات الجمركية وعقب تقنين الإجراءات من ضبط أكثر من 34 ألف عبوة كولاجين نجح قطاع الامن العام بالتنسيق مع الاداره العامه لشرطه البيئه والمسطحات في ضبط مطبعه متطوره بدون ترخيص بالجيزه لقيام المسؤولين عنها بانتاج وتصنيع العبوات البلاستيكيه والاغلفه المغشوشه والمقلده غير مطابقه للمواصفات القياسيه والخاصة بكبرى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية مع استخدامهم لخامات رديئة ومواد كيميائية مجهولة المصدر وقد تم ضبط كميات كبيرة من العبوات والأجولة المغشوشة والأكلشيهات والأحبار المستخدمة في التقليد عبدالله بركات التلفزيون المصري <applause> شفنا مع حضراتكم كل مشاهدينا الكرام طبعا هذا الملف الامني اللي طبعا كان واضحا جدا من خلال هذا التقرير. عندنا متبقي من مجموعه الاخبار خبر طبعا عن الارصاد الارصاد بتنفي تعرض البلاد لنوه وغرق بعض المدن خلال الايام المقبله. نفت هيئه الارصاد الجويه مشاهديها الكرام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ان الارصاد بتحذر من نوه قادمه وغرق بعض المدن وأكدت هيئة الارصاد ان هذا الكلام هو عاري تماما عن الصحه وان حاله الاستقرار مستمره حتى اشعار اخر وانه يتم اجراء تحديثات خرائط الطقس اول باول ويشهد النهارده يعني يوم الخميس هيكون يعني احنا طبعا شفنا بدايته في شبوره مائيه وطقس مائل للدفء على القاهره والوجه البحري والرياح معتدله وطقس مائل للدفء على السواحل الشماليه وطبعا بالغد هيكون هناك طقس دافئ على جنوب سيناء ورياح معتدله كما يسود ايضا طقس دافئ على شمال الصعيد دافئ ايضا على جنوب الصعيد وشبوره مائيه صباحا والرياح معتدله بمشيئه الله مشاهدينا الكرام الحقيقه النهارده كانت وزاره البيئه ممثله في سياده الوزير وزير عفوا وزاره الزراعه ممثله في وزير الزراعه السيد القصير وايضا البيئه دكتوره هاله فؤاد ياسمين فؤاد والتنميه المحليه كلهم يعني كل هذه الوزارات شاركوا في احتفاليه جهود مواجهه السحابه السوداء لعام 2020 طبعا ده كان امر بيؤرقنا جميعا ما كانش امام الفلاح المصري غير انه يقوم بحرق قش الرز وحرق بعض المخلفات فبالتالي تتصاعد يعني كل اعمده الدخان وبتؤثر طبعا على شبوره وحاله الرؤيه وبتؤثر تاثير جامد جدا على البيئه فبيكون له انعكاسات سلبيه جدا لكن أه الحقيقه يعني وزاره الزراعه مع البيئه مع التنميه المحليه والمجهودات اللي عملوها في الفترات السابقه ادى الى انخفاض هذه الحده وهذه الخطوره اللي كنا بنشهدها هنشوف أه ده مشاهدينا الكرام من خلال أه هذه أه الاحتفاليه اللي اقيمت بحضور ثلاث أه وزارات أه زي ما قلنا لحضراتكم الزراعه والبيئه والتنميه المحليه وطبعا التقرير اللي احنا جهزناه لحضراتكم وهنشوفه ونعود اليكم مره اخرى هذا المشروع له ابعاد ومحاور متعدده سواء اقتصاديه او بيئيه او تنمويه هذا المشروع حسس المزارع الصغير بان له قيمه اش الرز بعد ما كان بيتحرق او بيترمى او كذا أصبح لديه الوعي من خلال الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين والمرب... وال... والفلاحين في المساحات الصغيرة وبخاصة في أماكن تمركز زراعة الرز، أصبح بيحس إنه بيضيف لنفسه قيمة، وبالتالي حاجة عظمت في الناتج لمحصوله وبالتالي رفعت من مستواه وبالتالي زاد الوعي، لما نيجي نقارن ما تم هذا العام بالسنوات السابقة نلاقي تطور ملحوظ في تنفيذ هذا المشروع هذا الموسم يمكن زي ما سمعنا شفنا في البرنامج او في 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 الفيديو احنا وصلنا الى حوالي 620 الف طن هذا ده اللي تم من خلال التعاون المشترك بشكر المزارعين والحقيقه الـ الـ كل العاملين في الإرشاد الزراعي تحت قيادة طبعاً دكتور علاء عزوز احنا تعبناه معانا جداً في كل المنظومة في إن احنا النهارده شلنا الدعم، السنة دي اللي اختلف إن كان كل سنة بندي 50 جنيه دعم للمزارع، لما المزارع عرف قيمة قش الرز بقت المنظومة الاقتصادية لا تحتاج إلى الدعم الحكومي، بنأمل إن نجاح منظومة قش الرز هنكرره في جريد النخل. وهنكرره في قصب السكر وهنكرره في كل المخلفات الزراعية بدأنا وضع مسودة الاستراتيجية مع وزارة الزراعة ولكن بتتراجع أعتقد في خلال أسبوعين إن شاء الله هنطلقها مع الفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظات لإطلاق العنان للقطاع الخاص في ظل ان احنا بندور على وظائف في ظل البطالة الموجودة أنا بقول إن إحنا البيئة دي زي ما قال معالي وزير الزراعة قبلنا قبلية إن الجزء ده هيوفر فرص عمل كبيرة جدا خاصة إن مصر القرقعة الزراعية فيها ليست بالصغيرة وبالتالي بيعمل فيها عدد كبير مع إضافة القيمة المضافة اللي هتضاف للمنظومة اللي بتتعمل دي سواء كانت على مستوى المنظومة المخلفات الزراعية أو المخلفات الصلبة بلا شك هتدخل جزء كبير جدا من القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي وفي نفس الوقت هتجد فرص عمل كبيرة جدا أعتقد دي يكون ليها إن شاء الله في المستقبل نتائج إيجابية <applause> قدرنا فعلا نحد من الاثار السلبيه للسحابه السوداء وتقريبا السنه دي ما كانش في سحابه سوداء ويمكن كل المواطنين المصريين يشهدوا بذلك ان ما كانش في وجود لهذه السحابه هذا العام. ده كان نتاج عمل وجه وجهد مستمر ومتواصل عبر سنوات طويله من التعاون ما بين وزارتي الزراعه واصلاح الاراضي مع وزاره البيئه. وكانت النتيجه النهائيه لهذا الامر هي اقتناع المزارع وتفهمه الحمد لله السنه دي ما كانش الحرق بنفس كثافه كل سنه يعني كان كل فدان إيراد نص إيراد حاجه بسيطه قبل كده كنا بنواجه مساحات كبيره من الموضوع ده وده اللي كان عامل لنا قلق لكن الحمد لله خدنا كورونا استغلنا الفتره بتاعت كورونا وبدانا نخش الاتجاه الجديد للناس وده اتى ثماره الحمد لله بالاضافه لقناه مصر الزراعيه لها دور كبير طبعا معانا لان البروتوكول متوقع مع البيئه والزراعه والتنميه المحليه فده البرامج المتخصصه عندكم بالتوعيه باضرار الحرق وكان عندي اهم حاجه كمان وانا بوعي الفول الاقتصادي الاشرس ممكن يقدر يخ... يعني يستخدم 25% من كميه العليه المركزه بالقش المعامل فدي كانت من التحديات اللي هي او من النجاحات مش هنقول تحديات انها النجاحات اللي المزارع حسها وبالتالي بقى بينفذ انه ممكن يعمل منها سماد انه ممكن يستخدمها فرشه يعني يستخدم قش الرز فرشه المواشي فرشه للدواجن بعد فرمه فيوفر من السعر الغالي بتاع نشاره الخشب او بتاعه ابن القمح او ان هو يفرم قش الرز ويستخدمه بديل لابن القمح زي ما شفنا كده مشاهدينا الكرام يعني كانت هناك مجهودات قويه جدا قامت بها وزاره الزراعه ووزاره البيئه وايضا وزاره التنميه المحليه ويمكن قطاع الارشاد عندنا كان له دور كبير جدا وزي ما اشادت وزيره البيئه دكتوره ياسمين فؤاد برئيس قطاع الارشاد دكتوره علاء عزوز والجهود اللي اتعملت وايضا كمان مدى الاستفاده يعني مش بس ان احنا قدرنا نتخلص من هذه الظاهره السيده السيئه ولكن احنا قدرنا ان احنا نستفيد بهذا الكم اللي كان مهمل وكان بيشكل لنا ازمه كبيره جدا ان احنا نعمله اعاده تدوير ونستفيد منه في حاجات كثيره جدا متعلقه في عليقه للحيوانات او 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 زي ما اشار التقرير مشاهدينا الكرام بشكل وافي وبشكل دقيق جدا.